طيب خلينا نتكلم عن المدربين، او عايزين تكلمونا اكتر حضراتكم النهارده عن المديرين الفنيين اللي موجودين في كل الفرق. اتفضل يا كريم. نعم، احنا كنا عايزين يعني النهارده كنا عاملين فقره ببساطه، السؤال الاكبر للجمهور النادي الاهلي بيساله كابتن اسلام، احنا في وضعنا الحالي، وطبعا عارفين النادي الاهلي السكواد والقائمه بتاعته راحه على البطوله وهي مش مكتمله، فاحنا حابين النهارده نجاوب للساده المشاهدين ومحبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، احنا هنلعب ازاي، لان احنا عندنا اسئله كتيره جدا بصراحه. وطبعا الشباب كلهم وكل الجمهور بيقول احنا يا جماعه هنواجه مونتيري ازاي، مين التشكيل هنلعب بيه، الطريقه. احنا طبعا عارفين بيتسو موسيماني خلال اخر موسمين معانا لعب في البدايه ب 4-2-3-1، وفي بعض الاحيان 4-3-3، وبعد كده حولناها السنه دي ل 3-4-3 بمشتقاتها، فبرضه هنلعب 4 ورا ولا هنلعب 3 ورا. فاحنا حابين النهارده ان احنا نحاول ندي اجابه ل الجمهور النادي الاهلي والساده المشاهدين على السؤال اللي بيراودهم ومنتشر كتير خلال الايام السابقه، خصوصا بعد اعلان قائمه النادي الاهلي اللي فعلا سافرت للامارات ومدينه ابو ظبي. فلو احنا معانا الفورميشن ممكن نبدا عشان برضو نستغل الوقت اللي معانا. اللي انا هعمله النهارده او التشكيل اللي انا هحطه ربما يفاجئ ناس كتير، بس في وجهه نظري الشخصيه اشوف ان بيتسو موسيماني في الموسم الاول لما لعبنا 4-2-3-1 ما كانش فيها التأمين الكافي لينا زي اللي شفته في الموسم الثاني. انا لما هاجي اشوف طبعا في القائمه الحاليه اكيد طبعا في غيابات كتيره خصوصا في خط الظهر، بس انا اشوف يا كابتن ايمن ان الثلاثه الحارس نعم الحارس طبعا طبعا، والاربعه في خط الوسط. هو حضرتك هتلعب ب 3-4-3 من وجهه نظرك. بس انا بتكلم دلوقتي كابتن ايمن على حته ايه، مش اسم مونتيرين طبعا. مونتيرين لما نيجي نحلل اداؤه هنشوف، هنلاقي ان في نقاط قوه عليهم في الوقت الحالي عننا. حتى طيب المعلومه المنتشره ان مونتيري غايب عنه 11 لعيب دي معلومه مش صحيحه. لا أي. مونتيري جايب كل كامل صفوفه وما عندوش اي غيابات. طيب انا ليه بقول ان انا بالنسبه لي الافضل 3-4-3؟ لان 3 في الفتره اللي شفتها مع بيتسو موسيماني في الموسم الثاني لقيت ان في تامين دفاعي بالنسبه لنا افضل. الثلاثه اللي ورا مديين حريه للاثنين فول باكس بتوعنا ان هم يطيروا على الخط بكامل الاريحيه وبدون اي مشاكل في الناحيه الدفاعيه. ليه؟ لان احنا طبعا مين نتكلم على الفول باك الايمن لما بيطير هو مش ما عندوش اي مشكله. ليه؟ لان في مساك بيرحل وبيخش على الخط عشان يامن المساحه اللي وراه. لما نيجي نطبق ده على الاسماء في وجهه نظري ونشوف ده على القايمه الحاليه اللي معانا، هنلاقي طبعا احنا عندنا غيابات في خط الظهر. صحيح. بس في اسمين مهمين اكيد هنبني عليهم الثلاثه اللي ورا وهما رامي ربيعه وياسر ابراهيم. طيب انا لما جيت ابص على التشكيله الحاليه ومين الاسماء اللي ممكن احطها، انا لقيت ان احنا ممكن في بعض الاحيان نستغل محمد هاني احطه على اليمين واحط رامي ربيعه في النص وياسر ابراهيم هو اللي على الشمال. طبعا ياسر ابراهيم هيرحل من يمين الشمال وفيها شويه مخاطره، ولكن انا مضطر استحمل المخاطره دي. ليه؟ لو لعبت برامي وياسر فقط مع محمد هاني وعلي معلول ربما في الاوقات اللي احنا هنهاجم فيها الاثنين بس اللي ورا هيبقى عندنا مشاكل كبيره فيها. فانا شفت ان ربما يكون محمد هاني توظيفه في الثلاثه كمساك، ونحط جنبه مهم جدا بقى كريم فؤاد، لان كريم فؤاد في وجهه نظري لاعب سريع خفيف وبيقدر النهارده ان هو يعمل لنا الانطلاقات للامام وعنده نفس القدره على الارتداد. طاهر محمد طاهر بالفعل تم تجربته في احد مباريات كاس الرابطه كجناح ايمن في طريقه 3-4-3، بس انا اشوف ان طاهر عنده مشكله واحده وهي الارتداد بتاعه ضعيف جدا 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 جدا، فبالتالي هحطه هنا في اختبارات هجوميه كتيره مع فريق عنده سرعات كبيره زي فريق مونتيري. بس هي مش تبقى مخاطره من مستر موسيماني. نعم. في ظل الظروف اللي النادي الاهلي بيمر بيها دلوقتي وغياب الدوليين والاصابات الكتير ان هو يبدا مع مونتيري المكسيكي. نعم. الاقوى عشان برضو نكون واقعيين، طب الاقوى في هذه المرحله ب 3-4-3؟ بص يا كابتن، خلينا نتفق على حاجه على مبدا في الاول، ان احنا اصلا في الوضع الحالي هو وضع استثنائي مش الوضع الطبيعي بتاعنا. احنا ما عندناش الفول سكواد بتاعنا، ما عندناش القائمه الكامله، وما عندناش كمان ايه، احنا بنتكلم ان الاثنين مدافعين اساسيين بتوعك مش معاك، بنتكلم على هاف ديفندر اساسي ومركز 8 اساسي معاك. صح. مش معاك، بنتكلم كمان مهاجم الاساسي بتاعك مش معاك وصانع العاب كمان، فبالتالي انت عندك مجموعه من اللاعبين مش معاك. يعني انا عشان كده بقول لحضرتك ان
ممكن فكر مستر موسيماني يتغير طبقا للظروف المتغيرات او المتغيرات اللي حاصله دلوقتي. صحيح، بس الاكيد يا كابتن ايمن ان خطه الثلاثه وانا بشرحها وحضرتك طبعا يعني اعلى من العارفين في الحته دي، ان اثنين فول باكس فيها بيبقى عندهم حريه مش خايفين لان وراهم متغطي. الاربعه طبعا لما ثابت هيجي يشرح الطريقه بتاعته اللي انا مختلف كليا معاه في اللي هو هيختاره هيبقى فيها المخاطره واخده مساحه اكبر. لكن انا شايف ان احنا لو امننا بمحمد هاني، محمد هاني يلعب مساك مش فول باك. الفول باك انت محتاج فيه فعلا واحد سريع زي كريم فؤاد. طاهر مش هي في وجهه نظري مش هيصلح فيها. فانا هقول تشكيلي بسرعه عشان برضو اسيب المساحه لاحمد يشرح طريقته. ان انا شايف محمد هاني كل ده تسيب المساحه نعم يديله فرصه محمد هاني، رامي ربيع هو اللي في النص، ياسر ابراهيم هو اللي على الطرف، كريم فؤاد هو الفول باك الايمن، اليو ديانج وعمار حمدي هو اللي يعمل دور 8. طبعا على الشمال مفيش خلاف على علي معلول. الثلاثي الامامي اتمنى حسين الشحات يبقى هو الطرف الايمن، قفشه هو اللي على الشمال، واتمنى باذن واحد احد باذن واحد يا رب حسام حسن يبقى ربنا يشفيه وان شاء الله باذن الله يلحق معانا ماتش مونتيري ان شاء الله. تمام تسيب احمد، بس انا عايز قبل بس ما تسيب احمد انا عايز اقول لك على حاجه. نعم. تحديدا في الموضوع ده، لانه ما هو احنا واحنا بنتكلم كده انا عايز بس اوري هيبقى عندنا جزئين فيهم على الاقل مساحه كبيره جدا. نعم. هنقدر نعمل فيهم ايه يعني؟ الاجزاء دي الجزء ده اي والجزء ده فيهم مساحه كبيره طب فاضيه. السؤال مهم جدا على ما اظن اي اللي ورا علي معلول واللي ورا كريم فؤاد حسب اختياراتي بالظبط كده يعني. نعم. على حسب الاختيارات طبعا اللاعب الثالث او المساك اللي على اليمين ما بيبقاش واقف كده، بيبقى داخل 3 4 ياردة لجوه. نعم. وبالتالي هتبقى في مساحه محطوطه هنا كابتن ايمن، هتبقى صحيح. في مساحه محطوطه هنا ومساحه محطوطه هنا ورا علي معلول وورا معرفش انت حاطط مين، كريم فؤاد. كريم فؤاد، كريم فؤاد الناحيه الثانيه، اعتقد بتبقى في مساحه كبيره جدا في الامر ده في ظل السرعات اللي موجوده اللي هنتكلم صحيح. عنها عن فريق مونتيري. هتعمل ايه في الحاجات دي؟ خليني اقول لك يا كابتن اسلام ان سؤالك ده هو اللي بياكد وجهه نظر ان السرعات اللي عند مونتيري اكيد خافير اجاري مش هيغير ال 4 3 3 اللي دايما بنشوفه معاه. خافير اجاري مع منتخب المكسيك، خافير اجاري مع منتخب مصر، دايما بيلعب بيه 4 3 3. وبالتالي لما يكون فرقه قدامي بتعتمد على الجناحات لاي فريق بيحط 4 3 3 فهو معتمد على الاطراف اكتر من معتمد على العمق. فانا مهم جدا جدا عندي ان انا ابقى مامن بثلاثه مساكين في الخلف، لان طبعا لما الاثنين الفول باكس هيرجعوا انا بلعب بخمسه ما بلعبش بثلاثه في الحاله الدفاعيه. لكن انا بتكلم على الحاله بتاعه الكاونتر اتاك ان هي دي الخطوره. الخطوره في الكاونتر اتاك ان انا الاثنين الجناحات بتوع الفريق المنافس لو حبيت مثلا ارسمهم واترسموا مثلا على الاطراف لو استخدمنا الاو بالظبط كده وحطينا الاثنين هنا، هنا دايما هتلاقي الاثنين مساكين على الطرف. عشان كده حطيت محمد هاني، محمد هاني سريع وبالنسبه لي كمان ياسر ابراهيم كسرعه افضل شويه من رامي ربيعه. انا حطيت رامي ربيعه في النص عشان احميه من المواجهات اللي فيها دريبلينج او فيها سبيد. وبالتالي انا اشوف ان سؤال حضرتك الاجابه عليه ان الثلاثه ورا هي اللي تامن الخطوره من الاجنحه.